فقدت أعصابي. اهدأ قليلا. لا أستطيع، كيف لي أن أهدأ؟ أخبرني ماذا حل بمنارة؟ كيف تستطيع المحافظة على هدوئك؟ ألا تشعر بالحزن لأنهم اقتطفوا ابنتك الوحيدة؟ هل أخطأت؟ لقد اقتطفوا منارة لإجبارنا على تسليم الصور، لن يؤذوها فهم يحاولون الضغط علينا فقط. ربما كان هذا الرأي صحيحا، ولكن عبارات الحزن والتوجع لن ترد منارة إلينا. منارة! لا يمكن! أبد! أرجوك دعني وشأني. ما زلت أسمع صدى ضحكاتها في كل زاوية من زوايا السفينة. منارة! هل تناولت بعض الطعام؟ لا، لم تأكل شيئا بعد. ماذا تريد؟ يبدو أنها تشعر بالملل قليلا، مع أن الزنزانة مسلية. اسمع، إنني أشعر بالجوع. ألم تأكل البارحة أيتها الصغيرة؟ اهدئي. هل يعقل أن تترك طفلة في مرحلة النمو بلا طعام؟ سأرفع شكواك هذه إلى السيد مرجان. افتح افتح. ما بك؟ هل هو سيدك؟ اسكتي يا بنت. تحلي بالصبر. أرجوك دعني أتعرض إلى أشعة الشمس قليلا كما يفعل أطفالك عند كل صباح أيها الرجل الطيب. ليس لدي أولاد لأعرضهم إلى أشعة الشمس. لن يطول انتظارك فنحن على مقربة من المخبأ السري. مخبأ؟ أرجوك لا تذهبي يا ابنتي، أرجوك ابقي هنا، توقفي. أرجوك يا آنسة، أرجوك. نسيم دعني أذهب. لا، دع يدي. لا لا يمكن. ما الذي يدور بينكما؟ سأذهب الآن كي أنقذ منارة. أنت؟ معقول أن تفعل هذا؟ سأدفع لهم مبلغا كبيرا من المال مقابل إطلاق سراحها، سأعطيهم مجوهراتي كلها. دعني. دكتور مفيد، إياك والتهور. هذا ليس تهورا. لن تتمكني من إنقاذها بهذا الأسلوب، لا يعني لهم المال شيئا في هذه الحال. ولكنني أريد. لا تخاطري بنفسك. ليتني أستطيع مساعدة منارة. شكرا لك يا آنسة رغدة، أقدر مشاعرك النبيلة هذه. ادخل. سيدي الحوت، هل أنت مستعد لاستقبال مرجان؟ ليدخل. حاضر. لماذا أرسلت في طلبي يا سيدي؟ هل يعقل أن تخفق أنت ورجالك في الحصول على بعض الصور؟ أي تكلم. هناك من يقف إلى جانب ذلك المصور ويؤمن له الحماية يا سيدي، لكننا سنقضي عليهم جميعا. يكفي. سأمنحك فرصة أخرى، ولكن إياك أن تخفق، إنها الفرصة الأخيرة لك. أشعر أنني رأيت هذا المكان من قبل. تذكرت الصورة. دع يدي. ما تظن نفسك يا هذا؟ اسكتي. لا لن أسكت. دعني دعني. أطلق سراحي أيها الأطفال. ستبقى
في ضيافتنا حتى نحصل على الصور. من أنت أيضا؟ إنه سيد مرجان زعيمنا. سينال أبي منك، لن تمر جرائمكم الفظيعة من دون عقاب. أيها الأوغاد، اغرب عن وجهي. اقفل فمك. لا داعي لمثل هذا الكلام، سنفرج عنك حالما نحصل على غاياتنا. ما غايتكم؟ لن يخلى سبيلك ما لم يرسل والدك الصور كاملة من دون أي نقص، إما حياتك وأما الصور. هكذا إذن لن تحصلوا على صورة واحدة. اسجنوها. حاضر. لن أبقى طويلا هنا لأن أبي سينقذني. اصمتي. ستنالون عقابكم. هيا صرخي إن استطعت ذلك. كم أخشى أن يوقعوا بأبي شرا، إنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيل الحصول على الصور. حيوانات الفقمة، ستقتل هذه الحيوانات آجلا أم عاجلا، يجب أن أفعل شيئا. أرجو أن تسمع لؤلؤ ندائي. أرجوك لا تقفي على حافة السفينة. ياثر تعال وخذ مكاني. أنا جاهز. ماذا تنوي أن تفعل؟ لؤلؤ تعرف مكان منارة. معقول؟ إنهما صديقتان حميمتان. هيا انطلقي. هي هنا. سأعود فيما بعد. سننقذ منارة من بين أيديهم. لا بد لنا من فعل ذلك. علينا أن نهاجم الموقع فورا. رويدك يا آنسة، الأمر يحتاج إلى خطة محكمة، وإلا وقعنا في أيديهم أيضا. السيد ياثر على حق، فنحن سنواجه عصابة خطيرة. دكتور مفيد، هل تسمعني؟ أجب. إنني أسمعك جيدا، ولكن من المتكلم؟ حول. أنا مرجان زعيم عصابة الحوت الأسود، أنصحك بتسليم الصور بأقصى سرعة. إياك أن تصاب منارة بأي أذى أيها الجبان. أرجو أن نتقابل في 9 من صباح الغد على بعد 8 أميال من الشاطئ المأجور. كما تشاء. أرجو أن لا تتأخر عن الموعد المحدد. انتهى. ربيع! 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 إياك لا تذهب. سيد ربيع، أرجوك أخبرني ماذا تعرف عن طبيعة الشاطئ المهجور. حسنا، ها قد عاد الدكتور مفيد. سنتوقف على بعد 8 أميال من الشاطئ المهجور، وسأتسلل قبيل الفجر إلى المكان الذي يحتجزون فيه ابنتي منارة، ثم أخلصها من الأسر. وحدك؟ احذر. كم أنا في شوق الآن إلى رؤية وجه ابنتي الوحيدة. ستنسوا سفينة
بلدنا على بعد 8 أميال من الشاطئ المهجور، بينما سأذهب وحدي إلى حيث تحتجز منارة. يبدو أنك مصر. مهمة إنقاذ منارة تخصني وحدي. لما لا نعطيهم الصور طالما أن تلك هي غايتهم؟ عندها يطلقون سراح منارة. لن يطلقوا سراح ابنتي حتى لو أعطيناهم الصور. هل تظنين أنهم طيبون إلى هذا الحد؟ هذا صحيح، وخاصة بعد أن اكتشفت أسرار المكان وتفاصيله. نسيم. نعم. هل تؤدي لي خدمة بسيطة؟ اسمع ما سأقوله لك. لا تتحرك، قلت لك لا تتحرك. ارفع يدي، واجهني. اين ابنتي؟ هل سمحت لك بطرح الأسئلة أيها المغفل؟ قدومك الآن سيوفر علينا الكثير من العناء. هيا أخبرني يا هذا، هل أصيبت منارة بأي مكروه؟ وماذا بإمكانك أن تفعل؟ سأعقبك، سأريك حيدة. هل وصلت الإشارة؟ لا أبدا. رأسي. أين الصور؟ جاهزة، هيا سلمها لنا. أطلق سراح منارة أولا. الصور أولا. بل عليكم أن تطلقوا سراح منارة أولا. بدأتما تثيران أعصابي. لماذا لم تصلنا إشارة مفيد حتى الآن؟ ماذا يحدث هنا؟ ما الأمر؟ هناك حركة غريبة. ترى لمن هذه الحقيبة؟ فلنتفحص المكان جيدا. منارة، تعالي تعالي يا ابنتي. أبي، أبي، كم اشتقت إليك. هيا سلمني الصور وإلا سأضطر إلى أخذها بالقوة. لحظة من فضلك، ماذا يفعل نسيم الآن؟ إنه بانتظار إشارة الدكتور مفيد. إلى متى سأنتظر؟ إنهما يحاولان الهرب. ليس هناك أي سبيل للفرار. أنا مستعد. سلاح السهم الأحمر، والآن مفتاح السهم الأزرق.
هيا أطلق النار. حاضر. هيا بنا. انتهى الأمر. أكاد لا أصدق. نجحت الخطة يا دكتور. نعم. أنا آسف، كان لابد لي من القيام بذلك. سأخبر سيد ربيع بكل ما حدث. لن تحصل على الصور. إذا سأضطر إلى استخدام يدي. توقف أيها المجرم. لا أريد سماع أي كلمة. اصمت. يا طيب. إما الصور وإما حياة هذه الفتاة، أتفهم؟ هذا جبن. لن أكترث لما تقوله، فأنا عازم على نيل ما أريد بأي ثمن. ماذا قررت؟ تلك هي الأدلة التي حصلت عليها يا سيد سامح. لما كنت أبحث عنه يا ربيع. رائع. هل ستعيش حيوانات الفقمة بأمان؟ نعم سيد ربيع، أحمل في المرة القادمة صور حفل زفافك. لما لا نحتفل بهذا النجاح؟ سيحضر لنا نسيم شرابا لذيذا. أين هو؟ ترى أين ذهب الجميع؟ تجلس حيوانات الفقمة هناك. أظنها تودعنا. لا أظن. ماذا يفعل أحدكم إذا وجد نفسه في عرض البحر ليلا والخطر المحيط به من كل جانب؟ أظن أن السلاح الوحيد في هذه الحال هو الصبر. وكي تشاهد حقيقة الموقف تابعوا معنا الحلقة القادمة، فهي ستحمل العديد من المشاهد المثيرة.